عسلامة مدام. عسلامة. عسلامة مسيو. عسلامة. قدموا لي رواحكم. فتحي خليفي من نسكن في أريانا، متزوج عندي 7 سنين تويكا. إن شاء الله ربي يهنيكم. يعايشك مدام، يعايش زوجة. أيانا زوجة، عندنا محمد سلمان ولدنا ربي يفضله لنا. إن شاء الله ربي يفضله لكم. يعايشك. مسيو أنت أستاذ فيزياء. خرج من 2006 ولتو معناها مازلنا في التعويض. مازلنا. شنو المشاكل اللي قاعدين تواجهوا فيها انت وبعض الاساتذه؟ نحن المشاكل انه معناها صارت اتفاقيه، معناها نحن نعوضوا بدينا من 2008 2013 صارت اتفاقيه على اساس معناها هذيك الباز الاولاني نورمالمون يصفيوا هذوك ومن بعد يمشي لكلوطاج 16. اللي صار انه من 2008 2013 وليت النيابات بالمعارف، معناها عندي ديجا انا في المندوبيه يمكن 50 مطلب او اكثر، فهمني؟ كل عام نقدم ما يعيطوا ليش، يعيطوا لجماعاتهم باش يعوضوا باش يلموا، فهمني؟ خاطر هو شنو شكون يعوض اكثر، فهمني؟ ودخلوهم للباز هذوك مخذاوهم، ومن بعد ايش عملوا؟ زادوا باز جديده وليت من 8 ل 16. جماعه 8 كلوطاش الترتيب نتاعهم وخ، فهمتني؟ بقينا نعانيو في نفس المشكلة، وصارت السنة اتفاقية أخرى. نورمالمون نحن وصلنا معناها الدفعة، فما دفعة رابعة صادق عليها الحامدي كي كان وزير التربية. نورمالمون السنة تتفعل الدفعة الأخرى، مازالت صايرة مشكلة على أساس ماهمش باش يفعلوا أخرى، فما اتفاقية جديدة ماهيش واضحة الجمع، مازالت ماهيش واضحة مع معالمها. هذه الإشكالية. قلنا اسمك اللي عاملينه الهبط في القائمة. عاملينه الاسم هبط في القائمة نتاع الانتظار. وهو ديجا في قائمة الانتظار، عاملينه اللي يعني باسل. وضعية أنا برك راهي وضعية برشا معناها. والزملاء. خاطر كل عام ياخذوا في 1000، يعيطوا 1500 ياخذوا 1000 و500 يبقوا في ليزانتون، معناها وصلنا للعين وما شربناش. فهمتني؟ وهذه مو مات. معناها المشكلة هذه مع قداش من أستاذ؟ نحن برشا، نحن برشا مش معناها كي تاخذ الباز معناها تتفذ المشكله تتفذ. بالنسبه اللي طلع اساميهم معناها. اي هو توا اسمه 500 وفما 500 نورمالمون يعيطوا لهم سنة. هو توا عاملين ونحن فرحنا على خاطر هو متخرج من 2006. تصور انت يعني نحن بون انا نهار اللي عرست بروف وكل شيء، مي 7 سنين توا هو ناس مليحة على الاخر وانا ناس مليحة على الاخر وعندنا بيبي. تخيل انت رمضان صعيب، تعيد لولدك صعيب، داير خلاص حتى تعاود ما يخلصوا. امكانيات محدودة جدا، اقل من اللي تتخيل في بالك. تخيل انت، سامحني، تخيل انت ماخذ يعني هو رب عائلة يعاوض يركب يتكيف ولدو غوتي، انا مرتو فريمون ما عادش النجم. ما نقول ما خلصوناش وما فماش خلاص، هما لتو ما خلصوهمش. ما خلصوش. قداش تقعد مسيو ما يخلصش؟ نقعدوا بالعام فما تاخذ حتى فرق. ما تاخذش فلوس وكي يجي حاطين 750 ناخذوا يمكن في 500 دينار. ويقصوا عليه في 250 كل شهر وقع وما عندوش حتى كود سي ان بي اس. مشينا سنة اما ما فماش، ماهيش فاليدي، ماهيش مفعله، ما عندناش كارني، عرفت؟ مأساة. تخيل انت ولدك يبكي توا على علوش العيد وانت ما تشريلوش علوش وما تنجمش تشريلو حتى لحم. يعني عمره مدى؟ ولدي عمره 6 سنين. اي تصدق انا اليوم جوان نخمم في سبتمبر شنو باش نعمل في لونتري سكولير نتاع ولدي. تخيل انت، بورتون ولدي ورده وتبارك الله عليه ونقريو فيه في الدار ونحفظوا فيه في القران وعاملين مجهودنا على الاخر. الحمد لله عائلتي ربي فضلها، بنت خالتي، بنت خالي، عمتي ربي فضلها، واقفين معانا بنت عمتي. يعني ريت حتى الفامي السوتيان، امي نسكن مع امي انا وراجلي ولدي خويا، فهمت؟ ربي فضلهم، العائله نتاعي الكل ربي فضلهم اللي هما واقفين. معناها تو السؤال الى متى؟ الى متى؟ الوضع هذا نتاع البلاد ما فهمناهوش وين ماشيه بالضبط. معناها بالحق عام كامل ما تخلصش. تخيل انت تقعد يعني عام كامل ولدك يقول لك اعطيني غوتي، تقول له حتى باباتك يخلص. امي ماما اشري لي حوايج العيد حتى باباتك يخلص، اشري لي كورنو غلاس حتى باباتك يخلص، اشري لي بوب كارن، اعمل لي انيفرسير. ما نحكي لكش قداش صعيبه. وحاجه اخرى كان باش يقولوا اللي هو يقري في ليزيتود، راهو ما يقريش ايتود، طلع عليه خاطر كي حطوه يعوض في ليسي يعني يبدا فيه اساتذه تقري في تلامذه دوبوي اكس تون
مرسمين يقولوا له راهو هذاك معوض كمل اقرا عندي راهو عام جاي نجم هذاك ما يكونش موجود يعني ما تنجمش تكمل في الريتم نتاعو. اماني راجلي ماهوش يقري في ليتود غيان كو يقري في بنت خويا ومعاها زوز ثلاثه انت 150 دينار انت 150 دينار ينجموا يعيشوك انت وحدك يا مدموازيل. صعيب ياسر صعيب ياسر. صدقني 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 اوغزما احنا نحبوا بعضنا اوني سوليدير مع بعضنا نضحكوا على الاخر نضحكوا على الاخر شيخين على الاخر سرقين وفي من دار خويا نتفرجوا فيه في البي سي فيلم عرفتك اونبوسك اللي ريت عين السعاده نتاعكم. لا 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 حاجات ما يتشريوش راهو ما يتشريوش بالفلوس. اما انا نداء لوزير التربيه انا كل يوم نحكي مع راجلي ونقول له صدقني سخفني امه ريت امه تسخفني اللي قراته كان تشوف كيفاش تحكي لي مشى للصفاقس ومن راهو من الممتازين راهو ماهوش يعني بروف فيزيك قال يعني عبد جيني في مخه عرفت يعني انت ام التو مش لهاش دماغ 45 عام بالتو ما رجعش مزيه لامه باش يفرحها بباك وجاتو يدخل لها صدقني شيء اسف. اسكو وزير التربيه ما يمشيش لامه يشري لها كادو ما يشريش لولده في العيد حتى كان ما يحبش يعيد باش يشري حوت لولده في العيد. ايوا احنا امان خمم فينا امان والله اسمعني تيراو في العالم اجمع في بالك بروف فيزيك في كندا بالقرد كرات يمشي في امريكا ما يعملوش فيلم اكسيون ما يعملوش فيلم ما يعملوش كتاب ما يعملوش اسبيتار اي حاجه لازم معاهم فيزيسيان فيزيسيان راهو يصنع القنابل والشوفر سنترال والماء والسباب والضوء ساعات نقول له هيا قريني خلينا نفهم شنو معناتها فيزيك فريمون باش نقول لك راهو لا 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 نحكي لك نحكي لك لا 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 نحكي لك بروف فيزيك راهو ماهيش اللي يجي الجمله راهو واحترامي للبروفيت الكل مي كماتيغ كماتيغ راهي كماتيغ بروف فيزيك في تونس راهو بالحق بالحق فضيحه بالحق فضيحه واللي فات كهرب كي تمشي تقدم في كونترا يعني لبرا يعطيوك اصعب من اللي باش تعيش لهنا فيش مثلا باش تمشي تقدم كونترا لازمك تعمل اكسبيريونس ولازمك 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 تدفع 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 تي امان سهل ابعث لي انت بلاش شوف لي كونترا شوف لي حكايه شوف لي كونترا شوف لي حكايه خليني نمنع منك ما تخلصنيش ابعث لي لبرا انا ولدي وراجلي ابعثنا لبرا فهمت يعني ايش اقول لك ماناش نشكيو ماناش نبكي ورانا ما نطلبوش ما نشكيوش ما نلموش دبابز ما نعملوش حاجه تكيك رانا اولاد ناس على الاخر وعباد علمانيين على الاخر والحمد لله يا ربي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وزير التربيه يتلفت شويه للعباد هذوما. تحب تقول حاجه؟ والله ندائي لوزير التربيه باش يفعل الاتفاقيه نتاع الحامل ويكمل لنا الدفعه 23 هذا معناه. وانتي ميرسي اللي سمعتنا وان شاء الله ان شاء الله ديما موجودين هكا وتسمعوا العباد وان شاء الله كلامنا يوصل ان شاء الله. ميرسي بوكو ان شاء الله عيدكم مبروك.